تعاون ثقافي وفني في بالظبط. الفعاليات المختلفة وما بين الفنانين من جميع أنحاء الوطن العربي. وطبعا معروف أن دار الأوبرا المصرية من أقدم يعني دور الأوبرا في العالم كله، ولما يكون في فنان سواء مصري أو عربي يقف على خشبة مسرح دار الأوبرا ده طبعا أكيد بيبقى فخر وشرف. وهم دايما لما بيطلعوا بيتكلموا عن قد إيه مصر هي ولادة الفن والنجوم، وأي حد كان بيبقى حلمه أنه هو يتعرف ويتشهر كان دايما بوابته هي مصر. والحقيقة ان مصر كمان بتحتضن الفنانين والمواهب الفنية المختلفة سواء على مستوى الغنى او التمثيل او حتى الاخراج، اي نوع من انواع الفنون هتلاقي ان مصر بتحتضن دايما من قديم الازل لحد دلوقتي. يقول لك هي هوليوود الشرق. هبة طوجي طبعا من الفنانات اللبنانيات اللي بيتمتعوا بصوت رائع جدا وأغانيها مميزة جدا، وزي ما انت قلت الشيف هي كانت بتقول انه ده حلم من احلامها ان هو اتحقق كمان، خصوصا لما يبقى مع الموسيقار اللي اكتشفها طبعا استاذ أسامة الرحباني. وغنت اغاني كتيرة جدا مختلفة من اعمالها الفنية، منها اغنية حلم، يمكن حبيتك يا حبيبي، ضلك حدي، خلاص حبيبي، قولي حبيبتي او قولي حبيبي، مين اللي بيختار. ومين اللي بيختار الحقيقة هي اغنية كمان يعني حلوه جدا، وهي اتكلمت في انترفيو كده انا شفته لها، اتكلمت عن الاغنيه دي تحديدا انه هي ليها معاني، بتتكلم عن استقلال المراه، عن انه هي بتعبر عن احلامها، بتعبر عن نفسها، عن شخصيتها من خلال الاغنيه دي بشكل كبير جدا. مش بس كده، هي كمان قدمت مؤلفات ومجموعه من الاغاني العربيه اللي معروفه، زي طبعا طلعت يا محلى نورها، سهر الليالي، ولو نبقى سوا، ودي كانت طبعا باللغه الفرنسيه. بالظبط. ويمكن لو احنا بنتكلم اكتر برضو عن هبة طوجي ويمكن نتكلم عن بدايتها، فهي طبعا مطربة وممثلة اكتشفها الموسيقار أسامة الرحباني، ويمكن كانت بدايتها في الغنى كانت في سنة 2002، ولغاية 2005 بدأت ان هي تكون ظاهرة على الساحة الفنية بصورة كبيرة جدا. ويمكن احنا لما بنتكلم اكتر عن التخصصات الفنية، يمكن احنا بنتكلم عن الحاجات السمعية والبصرية والسينمائية، فهي دي الفكرة كلها، ان هو يكون فعلا فنان شامل مدرك كل حاجة. ويمكن كمان زي ما نوران كانت بتقول ان هي كان في اغاني مصرية قدمتها، فدي حاجة كانت حلوة جدا ان احنا نسمع الفن المصري والاغاني المصرية، خصوصا الحاجات بقى اللي هي بالتراث والذكريات طبعا الجميلة بتاعتنا، ان احنا نسمعها كمان من خلال فنانينا في الوطن العربي، فدي كانت من ضمن الحاجات المميزة جدا اللي أنا كنت شايفها في الموضوع. صح. وكمان هبة ليها أغنية سلم على مصر، الأغنية دي وهي بتغنيها طبعا هي أهدتها لمصر وللشعب المصري، وإحنا كمان بنحييها جدا على الأغنية الجميلة اللي هتفضل تتغنى لزمن بعيد طبعا جدا، ويعني هتتوارثها الأجيال كده زي أغانينا اللي إحنا اتربينا عليها. هبة وهي بتغني الأغنية دي حسيتها فعلا هي مصرية، يعني بتغنيها بإحساس وبحب شديد جدا. ومعروف يعني عن الشعب اللبناني أنه محب جدا للشعب المصري، وإحنا كمان أكيد بنحب الشعب اللبناني، ودايما كده في علاقة حب خاصة جدا ما بين الشعبين من قديم الأزل. إحنا معانا تقرير لطيف جدا من دار الأوبرا، خلينا نروح نتابعه ونرجع نكمل كلامنا معاك. خطيرة أكيد، يعني أنا جيت لها كله، يعني هي كانت عملت حفلتين هنا قبل كده أنا جيتهم. بيقولوا أول مرة في الأوبرا. في الأوبرا بس أول مرة كانت في مفتاح سيتي، وتاني مرة كانت في ماركي مسرح، ودي تالت مرة في الأوبرا، وكانت في مرة بس كانت انفيتيشن يعني. بس يعني أنا بجد بيك فان وبموت فيها، ويعني
بحب يعني اكيد الحفله خطيره. انا بحبها جدا، واصلا كنت عايزه احضر لها حفله من 5 سنين، وانبسطت قوي يعني ان انا قدرت احضر لها حفله. وهي فنانه بجد جميله وصوتها حلو قوي، ويعني هحضر لها حفله تانية اكيد. واحنا بنحبها بقالنا كتير، يعني انا بحبها بقالي من 2012 تقريبا. اول مره تحضر لها؟ دي اول مره احضرها. كل ما اجي احضر يحصل حاجه، بس الحمد لله ظبطت المره دي. الورد ده ليها؟ ليها طبعا. هو في حد غيرها؟ ليها طبعا. النهارده الحفله كانت جميله وروعه، صوتها فظيع يعني. بوجه لها تحيه لو هتشوف الكلام ده. الفنانه هبه توجي دي انا من البيج فانز بتوعها. رائعه جدا، حفله حلوه جدا. اتمنى ان هي تيجي مصر باستمرار، يعني لانه بتعمل لنا جو، يعني انا شخصيا بفصل تماما معاها.